الأبطال الشجعان بالصبر والثبات في خنادق الكرمة في إطار التعاون والاتفاقيات المشتركة بين الدولة الليبية وجمهورية مصر العربية وكافة الدول الصديقة والشقيقة في إطار مكافحة الإرهاب وفي إطار إنفاذ القانون. قامت القيادة العامة للقوات الوطنية العربية الليبية بتسليم إرهابيين إلى جمهورية مصر العربية. الإرهابي بهاء علي أبو المعاطي وهو إرهابي خطير جدا متخصص في التفخيخ وفي الشراك الخداعية التي تستهدف سواء المدنيين أو العسكريين في مدينة درنا. هشام علي عشماوي وهو إرهابي كذلك ولكن متخصص في التدريب ومتخصص في إعداد الخطط العسكرية وخاصة التي تتصف ب أو تقترب من خطط قتال الشوارع. وتم تجديده من قبل المخابرات التركية منذ تلك الفترة. وبعد كل ما عثرنا عليه في التحقيق يدل دلالة قاطعة على ارتباط الإرهاب أو الإرهابيين في ليبيا بالإرهابيين في مصر وفي دول أخرى، وهذا خطر كبير جدا يستهدف البشرية جمعاء ويهدد الأمن والاستقرار الدوليين. في بنغازي من الأجهزة الإلكترونية تحصلنا على معلومات من هذا هو معدل شهاب صدق.